التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، وهكذا ينطلق على البركة شوطنا الثالث الخاص لفئة الإبكار، انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها لجميع الإخوة المشاركين بعد ما شاهدنا الأشواط الرئيسية والنوعيات الفاخرة من حضرت في أول أشواطنا. نسير على بركة الله مع هذا الشوط الخاص للإبكار، ومباشرة مع المقدمة مباشرة إلى الصدارة الشبابية عبد الله بن فاهم بن عبد الله على مقدمة الشوط، بينما القادمة على المركز الثاني وصلت غزالة، غزالة من تتحرك، سعيد بن عبيد بن مرشد مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث نفة إبراهيم بن عبد الله القمزية يقدم لنا نفة، أما في المركز الرابع رغب مزون، مزون يا خاطفة العيون يتحرك في هذه اللحظة، عبد الله بن فاهم بن عبد الله بن يوسف، بينما هنا القادمة في هذه اللحظات راغب، راغب راغب الواصلة، راغب المنطلقة هنا الشبابية، سالم بن مسعود بن سالم العواسي. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة، عودة إلى الصدارة الأولى، عودة إلى المعركة، إلى المعركة، ما شاء الله وتبارك الله على هذه المنافسة، على هذا التحدي الرائع. هنا الشبابية، الشبابية شبت نار المعركة، شبت نار المعركة، وهنا القادمة مع المركز الثاني غلال محمد بن عبيد بن علي النيادي، ولكن خلاص الشبابي في جيناتها، الشبابية 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 راحت بالفوز. سالم بن مسعود بن سالم العواسي، سلام إلى سيح الخضر، سلام إلى أبو حسن سلام. المركز الثاني من وصلت قلة محمد بن عبيد بن علي النيادي، المركز الثالث غزالة لسعيد بن عبيد بن مرشد. هذه النتيجة لثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني 2:16 ما شاء الله على التوقيت. وش سويت يا بالعود بالتوقيت؟ لخبطت الدنيا تلخبيط. مشكورين تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.